وسهلا فيكم بفيديو جديد. كثير مبسوطه انكم فتحتوا على هذا الفيديو. مرحبا. ومرحبا ايلان، كيفك اليوم؟ منيح. راح تغلبني؟ لا. تيتا مرحبا. كيفك؟ والله الحمد لله. كيفكم؟ شو الاخبار؟ احنا يا جماعه كثير متحمسين علشان نعملكم على هذا الفيديو. ليش؟ لانه كمان امي كثير متحمسه، صار لها من قد ايه، من اول ما وصلت الطلبيه تقول لي شادن نفتحها، نفتح البوكسات. حفرجيكم الطلبيه اللي وصلتني وحنفتحها مع بعض. جاهزه؟ اكيد متحمسه. متحمسه. انا متحمسه. متحمسه. شوفوا، احنا امبارح طلعنا هذيك اليوم صورنا لكم، اشترينا هاي الاشياء في هاي الطلبية. هلا بدي اجمع لكم اياها كلهم واحطهم على الطاولة هنا ونشوف الاشياء كيف حنرتبها. المهم يا جماعة، اللي مش مشترك بالقناة ومش عاملين لايك وشير سبسكرايب، صار لي زمان ما حكيت هاي الكلمة، اعملوا لايك وشير واشتركوا بالقناة. ايش اسمها ايلان؟ لايك وشير وشير وسبسكرايب. شوفوا إلين شو حط لي ستيكر كراتين. وهذه أكبر طلبية للبيت. والله كراتين سهلة. هاي طلبيات أكبر. أبسي إيه؟ أنت بتنور الماما. حطيتها ستيكرات. طيب هدول المطابخ مش للولاد. يلا 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 تعالي، هلا بدنا نبلش نفتح في هذه. بدنا نشوف ايش هي. في هلا في شغلات لازم تتركب تركيب. ما هو بدنا نركبها. هذا بدنا نركبها. طيب سله للحمام اظن. متهيألي ابعدي إلان. إلان الكرتون فتح. هاي سلة حمام للشامبو. هذه سلة الحمام. تذكرت انه انا مش جاياها. بس كيف بنركب هاي؟ المفروض اعطيني الكرتون يا إلهي. ثانية ما الكرتون يا ابو شوف جايز. لا تفلت هي، مش بتزبط. شوف جايز لازم تكون براغي. شوف لا هي هلا عمقنا براغي، هي بتكون تنزيل بس بتيجي. بس انا عندي على طبعة الحمام ما حتزبط. لا هذه رح تشوفوها لما نحطها في الحمام. حلوة. هلا جد شكلها حلو. شوكا نركب شوي شوي. هاي ايش ما فيها هذه. يلا سرحت بس حالي جايز. سرحت حالي جايز. سرحت حالي جايز. هاي للزيت. للزيت هاي. للزيت. بترش هيك تشك تشك. عن جد كثير حلو وكثير ناعم. هذا للزيت. هذا للصابون. للزيت. للزيت هاي. حلو. اللي بعده حطيهم. شوفوا يا جماعه هون، هذول احنا امبارح لما اشتريناهم الشمع والسلات، خلص هذول للحمام. هلا بفرجيكم كيف حيصير. نشوف شغله شغله. الله اصفر هذا كبير. كله طلبيات. كيس كبير على فيه مقص. فيه مقص. هذه هذه اضاءه للمطبخ. هذه اضاءه تحت المجله للايوان في الخزانات، بتحطهم فوق. فهذا كثير حلوه على الشحن. خلص شيليها شيليها، بدنا نركبهم. ما احنا اكيد حطي الكرتونه بس لزقوا من هون. لزقوا من هون. شحن. يا ولد احسن اشي طلعت الغبره في الموضوع. الغبره هدول كثير بجننوا. الله اكبر. يا ليلي ليلي ليلي. هذا شكل نوعيتهم بجنن. عن جد هذول نوعيتهم منيحة كثير. بس ليش هيك؟ شو مالهم؟ كفا يا صغار والله. طبعا. يا الله شو هذا؟ يلا شش. كثير بحيا عليهم بكتات محامي بكون فيهم بقلبهم زيهم. حلوين. حلوين. طب بقى اشتري كمان. بشوف بدي اجيبهم. هيك اعطيني. شوف بيربل جراي. بيربل جراي.
يلا خلينا هذه حطها. هذه كمان نفس الشيء. لا حطها على الصف. تعالي لهذي. ارمي يا ولد. ارمي يا ولد. ابيات هاي كنت بديها من زمان هاي. هذه اكثر منيحة. طيب ايش هذا يا ترى؟ يا ترى. يا ترى يا وحش. يا ترى لا. نفتحها؟ نفتحها طبعا. سين ارمي 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 يا ولد. ارمي يا ولد كيف لا. هلا هاي ما بعرف بجوز لإلك بجوز هاد للمجلى تيتا للتلزيق هذا تلزيق المجلى اوكي اها اشوف خلينا نفتحها محلاها بس عملي ما بعرف بدنا نجرب معقول عملي اعطيني ورق يا شباب خليها لا يا ماما خليها بنشوف هلا لأن المجلى عندك انت لونه اسود اسود فالابيض دائما بكون انا شفت الناس ملزقه هذا الشيء فقلت انه اوكي افتح هاي بسم الله الرحمن الرحيم اسمعوا انا عارفه انا عم بقصص بهدوء عشان ما يصير شيء انا عارفه امي ما بتقدر تتحمل ليش ما بتقدر تتحمل على فكره السرعه هاي موجوده فينا احنا ما بعرف ليه وهذا ابيض بس انا بحب الحمام عندي ابيض الحمام عندي ما بحب اللون الابيض انا حلوة. بس انا ما بحب اللون الابيض خلص ست جايباها شو بدك تعملي؟ انا على اساس هي سكري وهي بنتي حلوة كثير حلوين صح؟ نوعيتها نظيفة على فكرة يا جماعة هدول كل المشتريات من ترنديول في كود خصم عندي رح احط لكم اياه اذا بتستخدموا هذا كود الخصم ما بتسدوا قد ايه في خصم عليه عن جد كل الطلبية تبعتي وصلت 2000 درهم بس مع كود الخصم 1200 ممتاز والله عظيم ترمي هذا رح تشوفوه لما تفشوا تظبطوا هلا شوي بس خلص يا ترى شوفي حسسها فيها اشي غريب عالم فلسطين بس صغيرة المراية يي ما احلى بس كثير صغيرة اشوف توقعت اكبر على هذا شفناها اكبر حلوة حلوة بس شو بدك فيها صغيرة وين بدك وين ما بعرف خليها هلا انا حطها عند المراية بعرف شو وين بدي احطها اللي الكل بحبها اكثر شيء انا من عشاق هذا الشيء طبعا العلب انه ملح وسكر وشاي حلو والله في كثير اشياء وهون العلب كثير كيوت بس كله حجم واحد انا شايفاه شادي كله حجم ما واحد ما انا جبتهم بالعمل حجم واحد والله انا بدي هدول الحجم انا بدي ما احلى هدول للسكر يعني انه للرز للحمص للحمص I cannot see the camera شوف جاي شادن شوفني علاقة شوفني شادن هاي علقت المفاتيح هاي حلوة شوف شادن شو اسمها علاقة كثير حلوة هادي هون هون لو بدك تحط ولو بدك تنحط ملاش مجال ما بعرف ولا هاي لا 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 صعب ما بعرف يلا منشوف بس نجي نركب الاغراض حلوة حلوة دايما امي بتضلها تذكركم انه انا بضيع بكذب لا بتكذبيش بس دايما افتحي كيف بتضلك تذكريهم يا امه السيارة اوكي شو تمام كل شيء مفتح هذا بس افتحي انا شارياهم بحكي شو هذا جد بنلاقيهم مش عارفه شو هذا اوكي هذا منظر تحطيهم هيك على الطاوله انا بدي احطهم من المكاتب يما لا عادي للديكور ديكور يعني هيك بتحطيهم هيك على الطاوله عرفتي منظر حلو بس ما تعجين مرتبنات هاي مرتبنات هدول المرتبنات شفتهم حط السكر الملح والقصص هاي شي محلاهم حلو في بعد الابيض اشيب الاسود كثير حلوين ابو
مبتينه كثير منيح عشان ما يكسرش. وازاز وازاز احلى. تعي لهون شو هذا؟ ازرق ازرق. طلع جوهراتي. واو حلو. كبرت عليها بابل. لا ما هي انت اذا دخلتيها دير بالك. ايوه هذا شاي. الله هذا الشاي محلى كيوت. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. شو هذا؟ شو هذا؟ طيب شوف شو هالطلبية. شو ها؟ انا بطلع عمالي ايش؟ هدول صغار. شو هدول؟ هدول صناديق صغار، هدلاك كبار. علب. العلب الصغيرة. ايوه شو هذا هذول نفسهم طبعا. في غضو ثمانية. شوف جايز. شوفوا جايز. على الزيت. هذي للزيت. هذي الزيت. هذا. هاي هذول. انت كم واحدة جايبة منها ما تبقى. جبت. ما بعرف. نفضيهم. الله اكبر. واحد هذول. الله اكبر. هدول. العلب صراحة أنا كثير استخدمتهم عن جد، بس أنا كمان ما بنصح حدا من يجيب منهم. ليش؟ لأنه شوفوا كيف، أول إشي بوسخوا الدنيا، ثاني إشي بتستخدمي أوكي المعلقة بس ما فيك ترجعي تسكر، يعني ما عم بتسكر فبصفي كله من برا. يعني أكثر من مرة أنظف الجرور وأنظف هاي الشغلات بس على الفاضي، علشان هيك حفضي هدول وأحطهم بهذا ال بحكي لكم انا على ترانديول عندي كود خصم، هحط لكم الكود خصم هون، استخدموه بتحصلوا على خصم كثير بجنن. ايوه هيها كيف امي حطاها. كيوت ترى كثير كيوت. وبعدين هيها هادي حلوة. عرفتي كيف؟ ثلاثة فوق وثلاثة تحت. سهل. في برغي يمكن. ماشي بس صبر شوية هناك. أنت مش جبتي تنتين زي هاي ولا واحدة؟ لا واحدة. حلوة. لشو تنتين؟ لا فكرت. بتمنى تزول. أشيلك من بالي تزول لو حتى الروح. بتطلوع الروح مقبول بتمنى تزول. أشيلك من بالي تزول لو حتى الروح. بطلوع الروح مقبول ويجي الموت أو يجي الموت أو تصرخ صوت العذاب والموت. بتمنى تزول. أوكي شفتوا كيف؟ زي هيك. أوكي فبعدين بنحط هيك 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 يا كيوت. والله حبيتها. ترى جنن. اصلا هم بس مسح هذا مش بدي عادي بداية. ها اكيد مش عارف والله.
في عنا منهم باكيتات محارم. اه بعرف شفتهم هذول. شفتيهم احلام. شفت زيهم بس مش عارف حسيت انه عشان بيخلصوا. لا الفوطه بتضل بتتكبش. عشان امشي. هانا بتجيك السجاية. ما طولش عليك بكي. ان شاء الله يا ماما. ما خلصت له. شوف شو عملتي هوي. سوري سوري سوري. شو تفهمي منه؟ طيب والبايخة اللي عادي. هذا احط الزيت هذا قلي هون لانه انا جبتها لزيت القلي. طب خليها هيك يا ماما ما بدي اياها. فكش هيك لا يا ماما خربانه في لها قطع مكسوره يا ماما. انا ليش جبت انا ليش بجدد؟ بجيب قهوتي انا صبي يا ماما بجدد انا علشان في شيء بيكون خربان عندي. هدلك ايش بتنتهي هدلك؟ هدلك يا هادي مثلا بدي اعمل شيء بس هدي رش رش عرفتي كيف؟ هاي رش اما هديك كيف خلص. هاي الاضاءة هيك ما شايفة طلع كتير حلوة قوية. لا اه والله قوية قوية اه بس اه هي في ثلاث انواع فهي بتنحط هيك شفتي بتبين بعدين انا عندي هاي وفي هاي كمان اه سكر هون حاسة حالي بدوخ انا. اه كثير حلو. مش لها قاعدة؟ السكر لهم قاعدة. ما بعرف ما شفت على فكرة. عن جد؟ وين التليفون؟ هدول لازم نغسلهم. وين التلزيقهم؟ هناك. اول اشي لازم تتنظف منيح عشان لا ما حتكون بالضبط يما فاهمة في بدنا نمقص سنوى نمقص نمقص فوق بدنا نجربه ما بعرف يعني صراحة انا اول مرة بدي استخدمه انت متأكدة له هذا؟ اه يما طب لا اقول لك استني اول لا ما يا أم احلى شكرا على قد تيجي شوفي هلا اي شيء بيطلع ناقص الحلو ابيض حلو صح؟ ما احلى لونه اسمعي نزليها لهون هلا استنى شوي بس نشوف الكميه اللي بدي اقصها يعني لا 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 طلع طلع لا ما انت بدك تحطي هاي اصبري شوي اصبري اصبري امسكيها من هون امسكي هيك اصبعك لا 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 ايمي 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 ايوان تشديش خليكي ماسكه هيك ما انت بدك تنيها من جوا يا امي ليش اتنيها من جوا انا؟ من هنا شوي تتنيها تعبريها ما بزبطش لازم تتنيها لهي هي لا صح معك مالك مش هالقد زيدي شوي انت صح انت صح اسمع اذا هذه ما زبطت بدي اجيب شركه تعمل لي اياها هذا اللون انا هي اللي بقول لا بتزبط طلع هي خلينا شوي شوي مع بعض يلا يلا انت انت بتمسكي ورا الان وين المسطره تبعك؟ اه مسطره بسم الله يلا نتفق مين يشد ومين اللي مين يشد ومين اللي مين يلا لا انا عاملاها هيك من هاي انت فاهمك طلع لزقت لزقت اه اه يلا استني 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 يشد مين شايفين النتفة هاي هدت حيلنا يعني عبال ما خلص المطبخ كله حكون انا وياك ميتين منها علشان هيك قررت اترك الموضوع واجيب شركة تعمل لي اياها عن جد حاجيب كمان واحدة
حركب هاي واجيب شركه تخلص لي اياها كليتها ويعطيني. انا تعبت، انا تعبت والله العظيم قسما بالله، انكسرت ايدي بس تخيل المنظر هذا. واو واو جنن، حلوه صار كثير. نخلي هذه هون. امي حكت لي شغله، خلينا نحطها مره واحده. قلت لها اوكي. شو خلي امبارح ما كملنا لكم كل الفيديو، وكان في الكاميرا طفت وصار لازم نشحنها وهيك، فاليوم بدنا نسوي شغلتين نسينا. هذول اللي هم زي شو بسموها، مش خزانه، زي هيك سلال. سلال اسمها ستاند. اوكي، فأنا جبت تنتين شكلي بستناك لترجعي وبرجع اشتري. ايوه بالظبط. اوكي هيها، هذه اول واحدة. يي معلاها حلوة جنة. يي هي تبعت محارم. هذا لإلي؟ لا ليك كيف لإلك يعني؟ هذه للحمام يا بيتا. وين في لإلي؟ بس تعليق هذيك الهاشم؟ لا مش تعليق، بترقي. هاي بتجنن للمحارم. هاي انا شفتها بتيجي على الارض هيك، بتحطي المحارم هون وبتحطي هون اشياء، لفات لفات ما بعرف. هلا بنشوف بنحطها في المكان الصح. اه رف هذا. هاي ورا اشياء البيت، محارم ولادول، خلص عندي. اه كل شيء. اسمعوا هاي بدها كثير، هاي لازمها ايد ماكينه، هاي ما بتزبط هيك على فكره، ما بتزبط هيك، ما بتزبط. لا بدها دريل، بدها دريل، بدها دريل. هات اشوف يعني لازم هاي تشد لفوق عشان تدخل فيها، عرفتي كيف؟ هات اساعدك انا هذه. يا ما صعبه، صعبه والله صعبه. اعطيني بس انت. صعبه يا بنت، خلص خليها. ماشي ماشي، لا حول ولا قوة الا بالله. البنت بحب السوبر هيرو اللي موجود في امي، سوبر هيرو امي. لا حول ولا قوة الا بالله. تنرف خلص، خليهم هلا هيك. انا ما بشوف بس اجيب هاي اللي بتنخر في الخشب.